وينضم إلينا من جدة المحلل السياسي الدكتور خالد بطرفي. دكتور خالد، بداية أهلا بك، كيف تصف هذه الموافقة من قبل سيد خادم الحرمين الشريفين لاستقبال المملكة للقوات الأمريكية، وأيضا المخاطر التي في ظل المخاطر التي تواجه أمن المنطقة واستقرارها؟ أنا أعتقد أنها تجي في حكم الضرورة. التحالف السعودي الأمريكي متجدر لعشرات السنين لحماية هذه المنطقة الهامة لاقتصاديات العالم، منطقة فيها معظم احتياطات النفط في العالم، تنتج أكثر منطقة في العالم في إنتاج النفط، ولذلك لهذه الأهمية تم الاتفاق منذ عهد بعيد، منذ لقاء الملك عبد العزيز مع روزفلت عام 1945 على التعاون الأمني لحفظ هذه المنطقة ولحفظ الممر الهام مضيق هرمز من أي مخاطر قد تتعرض لها. واليوم نحن نتعرض وهذه المنطقة إلى مخاطر جسيمة، يعني إيران والحرس الثوري أصبح يتجرأ أكثر وأكثر. اليوم اختطفوا يعني سفينتين بريطانية، حاولوا الاعتداء على سفينة أخرى، حاولوا الاعتداء أو خبص سفن لدول مختلفة منها إماراتية وسعودية من خلال وكلائهم في المنطقة، من خلال عبيدهم العرب اعتدوا على المملكة وعلى دول أخرى. فلذلك يعني نحن في مرحلة نحتاج إلى تفعيل هذه الاتفاقية التي فعلناها أيضا لتحرير الكويت، اليوم نحتاجها لحماية المنطقة والممرات البحرية الهامة من أي اعتداء محتمل أو تهديد أو مخاطر يمكن أن تتعرض لها. نعم دكتور خالد، يعني في الأشهر الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية رأينا يعني هناك العديد من التمرينات المشتركة بين القوات السعودية وكذلك الأمريكية لرفع الجاهزية وأيضا مواجهة تلك التحديات في المنطقة. هذا صحيح، وأيضا كانت مناورات مع القوات البريطانية، القوات الفرنسية، القوات الباكستانية البحرية وغيرها، الأخوة في مصر وفي دول الخليج، كلنا يد واحدة في مواجهة هذه التحديات. والاستعدادات لهذا اليوم بدأت مبكرا منذ سنوات، ومع تصاعد التهديدات والمخاطر الأخيرة أيضا تصاعدت يعني مستوى هذا التعاون إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة التي يجب أن نكون مستعدين فيها لأي تصرف أحمق من قبل الإيرانيين الذين لم يعد يتنبأ الإنسان بما يمكن أن يقدموا عليه بعد ما فعلوه خلال الشهرين الماضيين. نعم الدكتور خالد بطرفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.